حسين منذ الصباح الباكر حامل شنطة وناطر بده يفل، عم بيقول انه امه بسوريا صار له من لما كان عمره 6 سنين، هلا عمره 12 سنة ما شاف امه، وحابب يوجه رسالة لامه. كالذي يبحث عن إبرة في كومة قش كنا، وكانت المهمة صعبة، كذلك الوعد الذي قطعناه للطفل حسين أبو زيد بمحاولة العثور على والدته وإعادته إليها، إلى أن وصلتنا في اليوم التالي من عرض التقرير رسالة على صفحة قناة الجديد عبر فيسبوك، رسالة كانت كفيلة أن تعيد الأمل إلينا. كانت إيمان والدة حسين. حضرتكم شكرا على الاونلاين انه بتعرفوا شيء عن امه لصبي لحسين. عليك عليك جنبي هي انا صهره تكون. يلا حكيها. ابن حسين بخيل ربي. لا ترجعوا للصبي لعندكم مشان الله وصلي لي ليدي. في اليوم نفسه التقينا المدير العام للامن العام لواء عباس ابراهيم، طرحنا عليه المشكله وطلبنا مساعدته. رحب فورا بالأمر وحمل الملف على عاتقه الشخصي، وكان متابعا للقضية طوال 12 يوما بأدق تفاصيلها. جمعية الاتحاد لحماية الأحداث كانت قد تحركت عشية عرض التقرير لحماية حسين من عنف والده وزوجة أبيه باعتباره قاصرا، وذلك عبر مندوبتها في البقاع، وتمكنت من الحصول على قرار قضائي بحمايته. التحدي الكبير الذي واجهناه في أكثر من أسبوع كان الحصول على موافقة والد حسين. بعد ظهر 6 من آب كانت المفاجأة. المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي نادي عقل أشارك بتسليم حسين إلى دورية من الأمن العام لتسليمه لوالدته، وذلك بعد التثبت من عدم اعتراض والده، موثقا ذلك بتوقيعه تنازلا طوعيا في مخفر عرسال. ساعة قليلة وكأنها دهر أمضيناها بمرافقة حسين ومندوبة الأحداث عند نقطة المصنع، ننتظر لحظة وصول إيمان للقاء ابنها. هلا رايح، هلا رايح، ترك الدير يا وسام. إلى أن علمنا أن قرارا بمنعها من السفر سيعوق عملية التسليم، على الفور تواصل مكتب اللواء عباس إبراهيم مع الأمن العام السوري الذي أبدى تعاونه، وعلى هذا الأساس اتخذ القرار من المديرية العامة للأمن العام بتعديل مكان التسليم ليكون جديدة يبوس نقطة الحدود السورية. في هذه الأثناء نغادر الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية لتسليم حسين أبو زيد لوالدته إيمان التي هي في انتظارنا منذ ساعات طويلة عند نقطة جديدة يبوس السورية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خيي. الحمد لله على السلامة. يسلمك يا عمري. قد ايش صار لك ما شفتي لحسين؟ صار لي 6 سنين 7 سنين. ما حاولت تشوفيه؟ حاولت شوفه. وليش حسين بعيد عنك؟ ولاد الحرام سويت فيي هاي، بس بشكي والله الله. بشكي والله الله ولاد الحرام. بتشكركم كلكم سوا، والمذيعة انت حليمي. بتشكرك يا حلو. وأمن العام والدولة كلها عراسي. حليمة طبيعة، قناة الجديد.